الله معكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا طبخة صيامي مع الأخت حنان دباس. أهلا وسهلا حنان. أهلا خوريا، أهلا وسهلا فيكم. طبعا اليوم عندنا حلقة خاصة بمناسبة عيد البشارة، رح نصلي أول إشي مع بعض صلاة قبل الطبخ، بعدين رح نتعلم من أم رزق كيف نعمل السمك المقلي والمشوي بطريقتين واضح إنهم طيبين كتير. المجد لك أيها الإله الأزلي مبدع الكل بمحبته وصلاحه، يا من ينعم علينا بهذه الخيرات السماوية والأرضية المتنوعة ويرزق الكل من فيض بركاته، أهلني أن أهيئ وأطبخ بالماء والملح والنار ما وهبتنا من مأكل بانسجام وتوافق واعتدال، لكي تكون تشديدا وقوة لنفوسنا وأجسادنا، فنسبحك بنشاط وشكر وسرور يوما فيوم، وأعطنا بالأحرى أن نهيئ نفوسنا مسكنا للروح القدس، ونشبع من تبريكك وتسبيحك ما من شحم ودسم، صانعين مشيئتك في كل حين بشفاعة والدة الإله وجميع قديسيك، لأنك لا تزل مباركا إلى الأبد آمين. زي ما حكيت لكم مشاهدينا، اليوم رح يكون حلقتنا خاصة بمناسبة عيد البشارة. كل سنة وانتم سالمين. زي ما انتم عارفين انه مسموح اكل السمك بعيد البشارة، فاليوم ام رزق رح تعمل لنا سمك مقلي وسمك مشوي. تفضلي ام رزق. رح نبلش اليوم هلأ بالسمك المشوي. ونحن اخترنا سمك الفيليه عشان الاولاد الصغار بحبوا ما يكون في حسك، فحبينا نعمل لهم اياه بطريقه ان شاء الله تكون زاكيه والكل يعجبه. فاول شيء بدنا نحط تتبيله البهارات، عندنا معلقه صغيره ملح وربع معلقه كمون. طبعا هاي كمان البهارات كلياتها على حسب الرغبه، كيف كل واحد بحب انه يحط شويه فلفل اسود ومعلقه من بهارات السمك. تمام، اذا هاي حسب الرغبه وحسب الكميه. طبعا نحن هون عم نعمل بس اليوم سمكه واحده، طبعا بيقدروا يستبدلوها باي نوع سمك، هاي التتبيله اظن تزبط لكل السمك. طبعا طبعا. هلا هون بدنا نحط معلقتين ليمون، معلقتين او ثلاثه ليمون، ممكن تحمل ثلاثه عشان بدنا مع السمك زاكي الليمون. طبعا. بيطلع زاكي. أكيد طبعاً زيت الزيتون لا غنى عنه. أكيد. إذاً ليمون، زيت زيتون، والبهارات اللي حكيتيهم، وطبعاً البهارات زي ما حكينا الكمية بتعتمد، والبهارات حسب الرغبة. أكيد. كمان هون مع السمك المشوي بحب إنه نحط قطعنا بطاطا. نحط معها أكيد. كل الصغار بيحبوا البطاطا مقلية أو مشوية، بس عشان اليوم نحط سمك مشوي فحبينا نحطها مع بعض. التومة بتحطيها مع والتومة نفس هلا. أيوة بالضبط، نحط تومة. هلا طبعا لأنه اليوم عم تشتغلي بالسمك، أنا شايفيتك لابسة جلوفز. اليوم لازم، لأنه السمك لما بدنا نطبخ سمك او دجاج او لحمه هذه كلياتها بنستعمل الكفوف، لانه هاي المواد او هاي الاشياء فيها بكتيريا، ما بدنا حدا اي شيء ينضر منها. مزبوط. اذا الحشوه صارت او التتبيله تومه، زيت زيتون، وزيت وليمون حسب الرغبه. ما هي كمان بحب احط شويه روزماري. في عنا مقطع فريش زاكي بيكون طعمه بيعطي كثير نكهه حلوه. طبعا روزماري هذا فريش، وبيقدروا يستعملوا المجفف اذا ما توفر. اكيد، بس ريحته كثير حلوه. صح كلام، بيعطي نكهه للسمك كثير زاكي. بدي احطها هاي، راح اخليها لانها مشويه راح اخليها كلياتها. شوف كيف كلها لما تتبل منيح بالبهارات اللي حطيناها تعطي كلياتها، كل النكهة بتدخل عليها.
هلا قبل ام رزا، قبل ما تبهري وقبل ما هاد، هلا السمك بايش بتنظفيه، بايش بتغسليه؟ بنغسله ونحط عليه ملح، نحط عليه ليمون، اللي بحب يحط شوية خل للزنخ، خل أبيض كمان بصير إنه يحط. رح نخلي التتبيلة الباقية هلأ، هاي بنحط مع البطاطا. في عنا هون البطاطا، بدي أديرهم هدول الباقيين عشان هاد مع التومة كتير بينكه وكتير بيعطي طعم زاكي. ونخربشهم مع بعض وينحط، نحطهم بالفرن بيطلعوا كتير زاكيين. بدي أغلب الكورية، بنقدر ندير كمان شوية أكيد. زيت زيتون معلش أكيد. هاي يسلم، لما تتغطى كل البطاطا هلأ فيها كتير بتطلع زاكية. نصفتها. هي البطاطا بحسها بتزبط لكل طبخات، لأنه كمان حتى كل الأولاد بتلاقي كتير بحبوها، بالذات كمان لا مع المقلي، كمان بطاطا مقلية برضو كمان بصير. السمك بيستوي بسرعة صح، يعني تقريبا هذا الفايركس قديش بده؟ هي بتصور بدها نص ساعة السمكة، نص ساعة. أو حتى أقل، أقل، لأنه هي شقفة واحدة نحن حاطين. بتغطيها بفويل بيبر ولا بصير وبصير لا، يعني هذا السمك لأنه هو بيستوي بسرعة. بيستوي بسرعة صح كلامك. يمكن أنواع ثانية من السمك بتتحمل أكثر. رح نحط عليها هذا الروزماري، شوفي كيف بيعطي نكهة وريحته كمان كتير حلوة. بتزيدي عليها مي أم رزق ولا بدون مي؟ يعني إذا بدك تحطي نتفة صغيرة، لأنه هو السمك بيبخ مي وهو اللي بيعطي بيستوي حتى كمان البطاطا، ونحن بدنا البطاطا تكون مش هالطة يعني دايبة على الآخر. بدنا إياها تكون متماسكة ومحمرة، فإن شاء الله هلا ممتازة تمام. شكرا كثير اخويا، معلش نحطه بال زي ما بنحكي دائما الفرن نحن حملناه من قبل على درجه 180، اي شيء بدنا نحطه بالفرن يفضل يكون الفرن مضوي. يعني هلا في معنا تقريبا 30 دقيقه، انا حطيتها بالفرن بدها قلتي نص ساعه، بدها هذا الوقت نعمل السمك المقلي ان شاء الله. في عندنا هون حبتين سمك مقطعين صاص، هلا بدنا نحط عليهم رشة فلفل أسود. ما بحب أكثر أنا عشان الأولاد. بنحط معلقة ملح، كمان كله هذه البهارات هورية، يعني كل واحد حسب رغبته، ناس بحبوا مالح حامض صح، كمان معلقة بهارات السمك. بس هلا بدنا نقلبهم كمان على الشقة الثانية عشان كلياتهم يكون يتشربوا كلياتهم مع بعض البهارات. قبل ما نقليهم نحط الطحين، طبعا قبل ما نقلي بدنا نحطهم نغمسهم بالطحين عشان كلياته يتماسك مع بعض. هلا انا مثلا مرات بحط البهارات مع الطحين، بصير اخلط البهارات مع طبعا الطحين. طبعا بصير، بس انا بقول يمكن ايام بتزيد الطحين اكثر، معك حق، او بزيد الطحين فراح ينكبوا كل البهارات على الفاضي. احنا بنحط هدول على اساس انه كلهم يعني يتشربوا مع بعض. شايفه هلا صاروا كلياتهم طبعا السمك مغسول ومقطع، طبعا بنغسل بليمون زي ما حكيتينا، ليمون وملح، وانا بحط كمان معلقه خل بحط معاه، يعني ممكن مرات انا بستعمل طحين بنحط كمان، وطحين بصير برضه كمان. فهو المهم انه ما يطلع ريحه هيك، ما يطلع له ريحه الزنخه قبل القلي او الشوي. مزبوط. هلا شوفي بدنا ايش بدنا نسوي نحن خورية. في طريقه صاحبتي، هي اخت وصاحبه وصديقه نسلم عليها، عندها هاي الروح انه تفرجينا
اشياء كثير بسيطه لما نقلي سمك مثلا او في اي شيء فيه ريحه في البيت بنحط ببريق المي كم من عود قرفه وقشر الليمون ونحن عمالنا بنقلي فبتلاقي المطبخ بطل كثير معبق بريحه الهاي. اذا خلينا نضوي تحتيها الغاز قشر ليمون وقرفه فهو عمال بيغلي لو سمحتي وهو عمالنا هلا ونسخن تحت الزيت تمام. طبعا زيت قليل على قد احنا لانه الكميه اللي عاملينها قليله طبعا كل واحد بحط زيت القليل حسب الكميه اللي بده. مزبوط. كثير حلوه الطريقه يعني انا صراحه اول مره بمرات بيقولوا لنا انه مثلا احرق قشر بردقان او قشر ليمون هذا بس فعليا هذا حلو يعني بتخلي المي تغلي طول ما انت عم تقلي. بالضبط المي بتغلي بها وبعدين يعني بتخف الريحه في البيت. كثير ناس بتنكدوا او ما بحبوا ريحه القلي او بيختصروا كل هاي الاشياء بس بنقول لهم برضه كمان قلي السمك قلي السمك قلي بتنجان قلي زهره بصيروا يقولوا لك ما بدنا نقلي نحن بنحب اكثر المشوي فبس هاي الطريقه اذا بتجربوها كثير منيحه وبتساعد تخفف الروائح الموجوده في البيت. حلو. ممكن كمان نحط معلقه خل كمان برضه بصير معاهم كمان ريحه الخل بتخفف وبتمتص هاي الروائح. هلا احنا رح نحكي عن عيد البشاره ورح نحكي ليش بناكل سمك بعيد البشاره لبين ما تكون ام رزق حطت السمك بالزيت لبين ما يكون استوى. عيد البشاره حدث البشاره هو مدخل لاتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية أي اتحاد الخالق بالمخلوق. كانت العذراء تعيش دائما في الهيكل واعتادت على رؤية الملائكة لكن بشارة الملاك جبرائيل هذه المرة كانت مختلفة. العذراء التي هي حواء الجديدة أصغت إلى الملاك فارتفعت وولدت المخلص الذي وهبنا الحياة وغلب الموت بموته. من هون بنشوف أهمية عيد البشارة في الكنيسة. هو من الأعياد السيدية. لما نحكي أعياد سيدية أي الأعياد التي تختص بالسيد له المجد أو السيد العذراء. يسمح بتناول السمك في الصوم المقدس بالأعياد السيدية الكبرى مثل عيد البشارة، أحد الشعرين، عيد التجلي لما بيجي بصوم العذراء. فلماذا؟ السمكة في التقليد المسيحي هي رمز للمسيح. استخدمها المسيحيون الأوائل بكثرة ككلمة سر فيما بينهم لأن كل حرف من كلمة سمكة باللغة اليونانية هو بداية لخمس كلمات تقول يسوع المسيح ابن الله المخلص فكانت هذه هي كلمة السر بينهم. يسمح بتناول السمك في الأعياد السيدية لأنها أعياد فرح وبهجة وتأتي في منتصف الصوم أو يعني خلال الصوم فنأكل السمك بهجة بالعيد السيدي وتقوية لأجسادنا حتى نتمكن من إتمام الشوط الصوم بقوة. فالسمك مصدر غني بالبروتينات عالية الجودة مصدر لفيتامين دي مصدر لأوميجا 3 كل هاي البروتينات تعزز وظائف الجسم والدماغ. عشان هيك أباء الكنيسة رتبوا إنه يسمح بأكل السمك في أيام الصوم. وكمان نحن زي ما بنعرف عيد البشارة هو بكرة يوم أربعة مع إنه يوم أربعة مسموح في أكل السمك لهاي السنة مرات لما بيجي مثلا بنص الأسبوع بالضبط بس يوم الأربعة حتى مع إنه يوم أربعة يسمح بأكل السمك. طبعا على نار حامية عشان ما بتوطيها عند الزقطة لا لأنه بدنا عشان يتحمر وبيستوي حتى الطحين اللي حطيناه ياخذ لون يمكن بده يعني دقايق ما بيتحمل كثير طبعا السمك كمان الكمية قليلة. بتحبي أقلبهم وتعملي لنا البقدونسية؟ برضه بصير لأنه بقدونس لأنه حطينا كاستين بقدونس مفروم نحط معه. أنا بحب أحطها بزيح شوي هيك البقدونس. هون عندنا نص كاسة طحينة
بس كمان طبعا حسب الحاجة. يعني إذا كمية البقدونس أكثر يمكن نحط أكثر، يمكن تتحملها كلياتها. أول خلينا نحط شوي شوي ونصير بعدين نضيف لها. تمام. يمكن تأخذها كلياتها بس عشان ما يصير كثير. بس للاحتياط نص كاسة. للاحتياط نص كاسة تحتينية. أيوة. وبدها قدها تقريبا ليمون. معناته نفس الكمية، تحينية وليمون. حسب كمية البقدونس. طبعا. يعني هاي تقريبا ضمتين عمر صح البقدونس. مزبوط. بس نحن مش حمالنا بنحط انه ضمتين او ثلاثة، لانه ايام بطلع من السوق ضمم صغيرة ضمم كبيرة. صح. فعشان هيك مش رح نعمم. انتوا قديش عيلتكم؟ قديش عدد افراد الاسرة اللي موجودة؟ اللي ملاحظيته انه فعلا ام رزق ما في ريحة قوية، ريحة الليمون والقرفة بلشت تطلع. صح كلامك. حلوة هاي التجربة، لو الكل يجربها لما بيقلوا أشياء بالمطبخ. وحلو يعني كيف أنت مركزة لما الواحد بده يقلي، كيف يكون مجهز صحن عشان وحاطين عليه ورق المطبخ عشان يمتص الزيت، يكون كل إشي قريب عشان الوحدة ما تتكركب وقت ما تبلش تطبخ وتشتغل. شوف هلأ هادي عنا بتحمل كمان بقية الطحينة. بقية الليمون. معاهم بنحط معلقة ملح. كمان بدي انبه، نحن في ناس بحبوا البقدونسية بس بقدونس لحالها. عشان هيك بقولوا بقدونسية، فالبقدونس بس لحاله بيعملوه مع الطحينة. الصراحة يعني في ناس تانية بحبوا يحطوا معاه كمان شوية بندورة. بندورة مفرومة زي اللي بنعملها للتبولة. كمان برضو بتعطيه نكهة وبتعطيه لون حلو مخلوط معاه. فهذا على حسب رغبة ست البيت أو الأولاد اللي عندك إيش بحبوا إنهم يأكلوا. بدنا نعطيهم كل الخيارات اللي بيحبوها. بنحب نحط مع البقدونسية حبتين ثومة مدقوقة، بتعطي كمان نكهة مع البقدونس. ثومة والطحينة كثير زاكية. هلا مش عارفه ليش الثومه انا بحسها مع كل شيء زاكية. صح كثير زاكية، بتعطي كثير نكهه حلوه. مزبوط. يعني هي فعليا لما يكون البقدونس مقطع ما بتاخذ كثير وقت، البقدونس هي سريع التحضير. بالضبط. وصراحة شكلها كثير حلو. هلا مع السمك في ناس بحب يقلي بطاطا، في ناس بحب يقلي خبز، طبعا برجع لهم. جزاك الأكل. السمك سخن ثلاث ساعة، الواحد لما بياكل السمك بيكون الكل قاعد يستنى. مظبوط. وشوفي هو لأنه كمان بالقيام مش كل يوم مسموح السمك. حلو يوم مثلا عيد البشارة ويوم أحد الشامين نشكل زي ما عملتي، نقدر نعمل سمك مشوي بالفرن مع بطاطا، بنقدر نعمل سمك مقلي. الأولاد بيحبوا البطاطا المقلية الفرايز جنبها. بقيت الكورية تصور. خلاص خلاص.
نستنى شوي عشان صفى الزيت. صفى الزيت عنه. بس ريحة القرفة كتير حلوة، ريحة القرفة اللي عم تغلي، يعني ما حسينا كتير بريحة الزيت. كمان بنقدر نعمل حتى مش بس السمك الفيليه، حتى السمك الصحيح الكامل كمان برضه بنقدر نعمل له تتبيلات زاكية. تقدري تعطيهم افكار عشان اذا حدا بيحب بكره يعمل سمك سمك قصدك انت زي الدنس او زي السمك الحمراء اللي عندك حمراء؟ ايوه اها. بتقدري تعطينا افكار لل طبعا بنقدر نحط بقدونس نقدر نحط بقدونس نفرم بقدونس بندوره كمون تومه كزبره بنحط فيها في جوز كمان في ناس بيحطوا جوز ناس مع بيحبوا يحطوا مع جوز. البقدونس ما هاي هي طبعا الليمون سوري كنت عمالي بحكي لك انه بنقدر نعمل هاي الاشياء ونحطها بقدونس كزبره خضراء بندوره تومه بصله نحشي فيها السمك الكبير زنجبيل فريش بنحط معاها وطبعا مع ملح كمون زيت زيتون وليمون وبنحشيها بقلبها وطبعا بنحط برا عليها كمون نفركها فيها مع الملح ونحطهم بالفرن فكتير بتطلع زاكية زاكية. إذا صار عندنا في ثلاث أفكار لبكرة نجيب سمك بنقدر نقلي سمك فيليه او يعني للتقلايه حسب الرغبه في كمان انواع ثانيه بتزبط للشوي بنقدر نعمل سمكه زي طريقتك هلا كيف حطيناها بالفرن مع بطاطا وبنقدر كمان السمكه اللي على كبرها الدنس او السمكه الحمراء بنقدر نتبلها زي ما حكيتي لنا تومه كزبره بقدونس وبندوره طبعا بندوره حسب الرغبه في ناس مع السمك ما بيحبها وزنجبيل فريش كثير بيعطي نكهه اكيد يعني حلوة. هلا التومة مع زنجبيل فريش لحالهم هذول طعم خرافي طبعا الليمون وزيت زيتون اكيد هلا هيك السمك المقلي صار جاهز والبقدونسية صارت جاهزه بس لسه السمك المشوي بدنا نستنى عليه شوي بالفرن فرح نطلع فاصل وبعد الفاصل رح نعمل الحلو نوع الحلو ايش بدك تعملي لنا اليوم بسكوت جوز الهند بسكوت جوز الهند اذا خليكم معنا لبعد الفاصل عشان نتعلم طريقه بسكوت جوز الهند مع ام رزق قبل الفاصل أم رزق عملت لنا سمك مشوي سمك مقلي ومع بقدونسية ولسه عم نستنى السمك المشوي ليطلع من الفرن بهذا الوقت رح تعمل لنا حلو ايش الحلو معنا اليوم أم رزق اليوم بسكوت جوز الهند بعرف جوز الهند الصغار كتير بحبوه صغار وكبار الصغار والكبار فبدنا نشجعهم ما يشتروا من برا فنحن رح نعمل لهم اياه في البيت بطريقة سهلة وسريعة وان شاء الله يعني للامانه الصراحه كل الاشياء اللي اعطيتينا اياها بطريقه سهله كل شيء انا جربته على فكره صحتين وهنا كمان عم بيحكوا لي انهم عم بجربوا الاكلات كلها وكلها عم تطلع طيبه يسلموا ايديك صحة وهنا على قلبكم حبيبتي هلا هون احنا حطينا كاستين طحين بنحط معاهم معلقتين بيكنج باودر بعدين رح نزيد كوبايتين هذا الطحين منخول صح انا شفتك نخلتي نخل. هلا بدنا نحط كاستين جوز الهند هاي الطبخه الاكل بسكوت نوع البسكوت كثير سهل بس بدنا نخلطهم هيك مع بعض لما يكون العيارات كلياتها موجوده هلا حطينا ثلثين كاسه زيت نباتي برضه بدنا نخلط عشان شوي الطحين كلياته يختلط مع الزيت واليوم هلا استعملنا معاه حليب برضه جوز الهند حليب جوز الهند ممكن تلاقيه بالسوبر ماركت بيكون اما بعلب كراتين او بعلب معلبات يعني فهلا بدنا نستعمل كوب بس بدنا ندير شوي شوي عشان يتجانس كل المكونات كلياتها مع بعض هلا اولها بدنا نخلط بالمعلقه بس بعدين
ايدينا غير شكل لما بنشتغل. اكيد اكيد. يعني انت خلطتي النواشف مع بعض، بعدين حطيتي الزيت، الزيت وحليب جوز الهند. إذن حليب جوز الهند متوفر بالسوبر ماركت بعلب بيكون معلب، أو في الحليب اللي هو بيكون نفس علبة الحليب العادية. أيوة. بعدين كمان خيار رح نحط إنه ممكن نحط بدال جوز الهند إذا ما توفر ما لقيته، تقدروا تحطوا كاسة بردقان. بردقان معصور كمان ممكن إنه نستعملها. حلو. يعني هذه كمان فكره ثانيه بيقدر الواحد يحط اذا ما لقينا، لانه في جوز هند نفسه هلا في، بس اذا ما لقينا يعني برضه بنقدر انه نحط كاسه عصير بردقان. هلا بدنا نضيف السكر الناعم 3/4 كاسة، وبرضه كمان اذا الواحد بحبها اقل كمان برضه بصير. هذا على حسب ذوق الواحد. مزبوط. السكر الناعم هو بيحليه وبيزكي طعمه للي بيحب الحلو. شوفي كيف صارت طرية سهلة. هلا بدنا نعملهم كرات صغيرة لأن الأولاد بيحبوا شكل الطابات الصغار. لا بصراحة جوز الهند بيحبوه كل الصغار والكبار خصوصا، وعن جد كتير أحلى إنها هاي الأشياء الصيامية بالذات نعملها بالبيت وما نشتريها من السوق. كثير حلو. يعني أول إشي حتى نضمن إنه عن جد بتكون هي صيامية ومكوناتها، لما تكون مكونات من البيت بالصيام بالذات كثير حلو إنه نشتري هاي الأشياء نعملها بالبيت ما نشتريها جاهز من السوق. صدق يا خورية حتى بركة بتلاقيها غير شكل بركة، زي ما حكينا بركة، نظافة، بنضل الواحد عارف شو اللي استعمله خصوصا بالصيام. يعني كثير مرات بنشوف مثلا الكيكات الصيامية اللي مليانة كريمة ومليانة، وبعدين بقول لك الصيامي، هلا احنا بنحكي اوكي هلا طيب الصيامي، مرات بنقول لا هو على نية اللي عمله اللي عمله، بس برضه يعني احلى وبتكون ضامن 100% انه هذا الاشي صيامي لما يكون معمول بالبيت. فشوفي كيف بنعملهم هيك يعني كرات صغيرة. يعني طريقتك سهلة أم رزق، يعني عن جد عم بشوف كيف تكوني محضرة مثلا المقادير كتير بسيطة بتكون متوفرة بالبيت. يعني يمكن كل هاي الوصفة حليب جوز الهند هو الإشي اللي ممكن بدك تشتري من برا. بدك تشتري من برا، بس كل بيت فيه أكيد طحين، بيكنج باودر، كل هذا موجود أكيد. وبرضه حليب جوز الهند يعني يمكن كمان ممكن إنه ينعمل بالبيت، بس هو أسهل بكتير لما نجيب العلبة جاهزة. قلنا خيار ثاني، فكرة ثانية، اللي ما مش موجود عنده جوز الهند أكيد بيقدر يستعيد عنه بكاسة البرتقال. يعني نرجع بنقول كل المقادير سهلة متوفرة بالبيت، صار في عندنا بديلين، نقدر نستعمل حليب جوز الهند وبدله كاسة برتقال. بالضبط. يعني إذا كان الفرن محمل من قبل لازم يكون الفرن ايش مكان نوع الحلو او الطبخه اللي بدنا نعملها يكون محمم من قبل. كمان شيء ثاني انه يعني بعد اول 10 دقائق نفتح عليها نشوف لونها من تحت، وبعدين بتحمر، ما بتحمل يمكن ما بتحمل كثير، أيوة. دقيقه يمكن، لانه اساسا هو جوز الهند بيكون لونه فاتح، ما بدنا نعطيه هذا اللون الغامق زي انواع البسكوت. لانه هو جوز الهند ابيض، فبدنا نخليه ماخذ هذا اللون. هنا هيك قربنا نخلص هذه الصينية ونحطها بالفرن. هلا كالعادة خورية بدنا نغلبك نحطها بالفرن إذا أكيد. ممكن أكيد. يسلموا إيديك. نحن زي ما حكينا مسخنين الفرن على درجة 180. أيوة. أنا حطيت صينية البسكوت بالفرن وطريقي جبت السمك. ريحة السمك كثير طالعة زاكية، واكيد من شكله انه كثير زاكي. هلا رح نستنى 10 دقائق لبين ما يخلص البسكوت وبنرجع لكم. هلا
هلأ بالضبط 10 دقايق أخذ البسكوت بالفرن وحمرناه هيك منيح لونه. حلو حلو. سلام عليك كوريا. رح بس إن نفضيه بطبق التقديم. بس هو لأنه أساعدك سخن شوي. ديري بالك ونحن أنا بساعدك إذا بدك. ديري بالك لأنه سخن. لا برضو التحمير حسب الرغبة حسب يعني الرغبة. إذا في حدا بيحب إنه يحمره زيادة شوي. طرية بس ريحته حلوة كتير. ريحته حلوة لما لا بتفلت لأنها سخنة. شو رأيك خورية هلا؟ كتير حلو كتير حلو. يعطيك العافية أم رزق. أم رزق شكراً كتير على الأصناف اللي عملتينا إياها اليوم. استنونا الحلقة الجاي مع أم رزق بطبخات وحلويات وسلطات صيامية جديدة. الله معكم. We'll be right back.